مورد اي مي اورنت انا جوز الست يا بوالي والي 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 يا بعيني عيني يا شفتوا مصادري الموثوقة شلون؟ طلعت مضبوطة. يلا يا شباب كل واحد على شغله، الله يدوق على حدا. ايه لكل زمان دولة ورجال، دوام الحال من المحال. لو دامت لغيرك لما قالت إليك. شباب التمساي من نفس القرنة طلع منا الميت. ايه قلنا لكم أوراقه بلشت تهر، قلتوا لي لا هذا عنده شجرة قوية ما بتنهز. شفتوا شلون طلع من المديرية؟ الحرامي بدها تنقص ايديه حتى لو وراء ألف دعمة ودعمة. شو ما بتجيب غير المحطة أنت لك يا أمجاد. الله يسمع منك، ليش أنا بزعل اليوم تنقص ايديه الحرامي وبتندعم الإيدين النظيفة والشريفة؟ صحيح تركوا له يقولوا له من أين لك هذا؟ صحيح. الله يسمع منك ومنه، بلكي بتتعبى هيك خزينة الدولة وبيوزعوا الفائض على الدهماء والرعاع، بصير على الأقل بيحلم ببيت. يصير عنده قصر واللي ما عنده بسكليت يفكر بليموزين. أبي يا حبيب بلش الحبيب كأنه تهورنا لك حبيب. وقد اتخذ الشعب السنغالي قدوة له دون سابق انذار، ولا أعرف إن كانت هذه الجملة مفيدة للاستراتيجية ولسيرورة. أخيراً إجا دوري. ما رح خلي حدا يستلم المديرية غيري. ألو؟ مرحبا أبو عامر. أنا شاكر. الحمد لله بدعي بسلامتك. هلأ أجوا وأخدوا. يعني خلاص؟ هالمرة روحها بلا رجعة؟ الله يبشرك بالخير. وشو بشاني أنا؟ الله يخلي لنا إياك ولا يحرمنا من أفضالك. إيه وإمتى ممكن يطلع قراري؟ مو كتير 10 أيام. لا 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 مالي مستعجل، بس بخاف حدا يسبقني. بتعرف الحويصين كتار. لك الله يديمك فوق راسنا ويخلي لنا إياك. الله معك أبو عامر. لدق لمرتي بركي تفرحها شوي، من طول عمرها بالشي تصير مرت مدير عام. خير مدام سماح؟ شو اللي صار؟ كنت متوقعت له هالشي من زمان. ربك يمهل ولا يهمل. الله يستر آخرتنا. أبو فاضل شو بصير يعني إذا غليت لي فنجان قهوة؟ والله راسي رح ينفجر. غلية لحالك. شو يا؟ صحيح مثل ما سمعنا؟ ما بعرف شو سمعتوا. المدير العام طار. يبدو هيك. يا ستي مين ما بده يروح يروح ومين ما بده يجي يجي، المهم نحنا منضل مثل ما نحنا. ليك اطلبي لي فنجان قهوه من عند ابو سعيد قبل ما يجي المحاسب. بالله شو ليش ما بتطلبيه انت؟ شو عم بشتغل عندك انا؟ منا ابصر شو رح يصير. احسن شيء روح لعند استاذ شاكر وناقش الموضوع معه. ادخل. صباح الخير استاذ شاكر. اهلين استاذ موفق. ادريت شو صار؟ لا والله ما ادري شو صار. مديرنا العام نقلوه.
لوين نقلوه؟ لوين يعني؟ لبيت خالته. ايشو هالحكي؟ من جد ما بتعرف؟ امتى صار شيء؟ من شوي المديرية والمعمل قايمين قاعدين، بلا ما عندك خبر؟ ايه ما حدا خبرني. معناتها بيطلع لي عندك الحلوان، لأني أول واحد ببشرك. شو هالحكي يا أستاذ موفق؟ شو بشرتني وما بشرتني؟ هذا حكي بيزعل ما بيفرح. أستاذ شاكر، علي الحكي ها؟ على كل، أنا ما بحب حدا يشمت بحدا. الشماتة ما حلوة. المهم هلا إمتى بدنا نبارك لك؟ بشو بدك تبارك لي؟ إيه بمنصب المدير العام. لا 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 تغلط أستاذ موفق، أنا لو بدي أقبل بهالمنصب كنت استلمته من زمان، بس أنا بشتغل مثل ما بيقلي الوالد الله يخلي لنا إياه، لا تكن رأسا فالرأس كثير الأوجاع، وأنا بعمل بنصيحة الوالد، خلي وجع الرأس لغيري. عم تحكي جد أستاذ شاكر؟ طبعا جد، لأنه أنا باقي لي كم سنة وبطلع تقاعد، فخليني أقضيهن وأنا مرتاح أحسن لي. إيه القناعة كنز لا يفنى. بكل الأحوال أنا مضطر مارس صلاحيات المدير العام لبين ما يعينون لمدير عام جديد، وبدي مساعدتك. أنا تحت أمرك أستاذ شاكر. بدي الأمور تمشي بالمعمل والمديرية بكل دقة ونظام، ما بدي أي ظاهرة من ظواهر التسيب. المعمل والمديرية أمانة برقبتنا، ولازم نصون هذه الأمانة على خير وجه. وأنا تحت أمرك ومثل ما بدك أستاذ شاكر. اتفضل على مكتبك أستاذ موفق. بخاطرك أستاذ شاكر، مع السلامة. أول شي رح بعمله بس أقعد على هالكرسي إني اتخلص من موفق، لأنه بيعرف كتير وبينخاف منه. يا مهند يا شاكر، طبعا قلت لهم. طيب ايه يلا بحكي معك بعدين. بقى قلت لكم بده يطير، ما حدا صدقني. خليكم على قد ما بطالع اشاعات كاذبه، ما عاد صدقنا شي من حكيك. شربوني قهوه. نحن ما شرطناكي، ما هيك انسه غدير؟ مزبوط، ما شرطناكي ابدا. ديما، مصادرك الخاصه ما قالوا لك ليش طار المدير العام؟ ولو طبعا قالوا لي. طيب ليش؟ شربوني قهوة؟ ايه انا بشربك، احكي. هذا يا ستي طلع سارق 200 مليون ليرة. 200 مليون؟ اذا مو اكتر يا حسرتي علينا. اكيد ميزانية الشركة ما بتطلع 200 مليون. سرقهم. شو رأيك انسة غدير؟ معقول هالحكي؟ انا ما بعرف شي، بس انا بعرف ما رح قلكن لتشربوني قهوة. ليلى معك 1000 ليرة؟ لا والله. ليش؟ صباح الخير يا صبايا. صباح النور. شو وينك لهلا؟ شغلان عليكي. كنت عم بعمل شعري، معزومة اليوم للغدا. لكن يا عمي صحتين وهنا. لكن ايدك على 1000 ليرة، برجع لك اياها اول الشهر. ايه تكرم عيونك. شو هاد؟ الله يزيد ويبارك، واللي طعمك يطعمنا وما يحرمنا. يسلموا. امبارح جوزي مشى شغله وقبض من وراها 500,000 ليرة، ما عطاني دور خرجيه. لكن خليهم 2000 اذا ما فيها احراج. احراج شو؟ خير كثير، اذا بدك 5000 ما في مشكله. انت هاتي 2000 وكثر خيرك. تفضلي. يسلموا ايديك. الو. طيب جايه. شو ماجده؟ مين حكى معك؟ سكرتيرة المدير العام. شو بدها؟ اكيد مشان الاجهزه. نعم استاذ. ست ماجدة، ممكن اعرف ليش ما وقعتي على محضر استلام الاجهزة اللي تعاقدنا على شرائها؟ يلي خبرك هالشي اكيد خبرك ليش رفضت التوقيع. بس اللي عم تدعيه مو مزبوط. زملائك باللجنة اكدوا انه مواصفات الاجهزة مطابقة للمواصفات المتفق عليها. هنن حرين ياكدوا يلي بدهم اياه، بس انا شفتها غير مطابقة. ايه ها؟ وشو يلي منطابق فيها؟ تفضل استاذ. انا كاتبه بهذا التقرير كل النقاط اللي بتخالف فيها الاجهزه المواصفات المتعاقد عليها. حتى لو كان اللي عم تذكريه صحيح فمو مهم كتير، لانه نحن بحاجه ماسه للاجهزه وما فينا نستنى غيرها، ف
فمشان هيك ولأجل المصلحة العامة أنا بتمنى إنك توافقي على استلام الأجهزة. أنا آسفة يا أستاذ، أنا ومن أجل المصلحة العامة ما بقدر وافق. تفضلي. شو هاد؟ ريت تعرفي. بدك تبعتني مهمة وتبعدني عن لجنة الاستلام وصفقة الأجهزة تمرق؟ مدام ماجد احترمي حالك وبلا غلط، لا تنسي انك واقفة قدام المدير العام. ماني نسياني استاذ. اتفضلي نفذي مهمتك. حاضر استاذ. تسمح لي روح على البيت هلا، حاسة حالي تعبانة. الله معك. شكرا استاذ. الله معك. مو مشكلة استاذ، عندي منه كثير، خير الله. حق علي، ما كان لازم حطها باللجنة من الأول. أكيد المدير العام متورط بصفقة الأجهزة، مشان هيك بده يبعثني مهمة لحتى يفضى له الجو ويشكل بغيابي لجنة استلام جديدة ويمرر الصفقة. الله أعلم قديش قابض عليها. حلال عليك، لكن ليش هو مدير عام؟ لا وشو؟ بيقول لي ومن أجل المصلحة العامة، يا ريت توقعي يا مدام ماجدة. مزبوط، المصلحة العامة بتتضمن كل شيء، بينات المصلحة الشخصية. لك إيه الله لا يخليني إذا بخليها الصفقة تمر. اسمعي مني ولا تحلفي، الصفقة بدها تمر بدها تمر، مو هيك ليلى؟ أنا ما بعرف شيء. بسيطة. أنا رايحة على البيت. حضر لي كم أكل لقدام. سلام. مجنونة وغبية، طب بطلع أرشال وتوقع مثل باقي أعضاء اللجنة. صحيح مثل ما بيقول المثل، يعطي الأجاز للي ما له دراس. يا رب تكون فاضي يا رب. يلا جايك. انا اسفه ان شاء الله. كيفك نجوحه؟ لين مجهوده. شو اخبارك؟ ليش رجع بكير؟ انا منيحه. بعدين بحكي لك يا ستي، المهم انا حابه اغتنم هالفرصه اني اجيت على بكير يعني واعمل لي كم اكله لقدام. فاضيه انت يعني اذا ما عندك شيء تجي تساعديني؟ لك ولو جارتي لك تكرم عينك، سبقيني 10 دقائق بتضل طبختي وبرجع. تسلمي لي يا احلى جاره في الدنيا كلها. يا تا انت حبيبه قلبي انت. يا رب. لك وين لك؟ ها صلى زمان طالع عيني. طيب شكرا عجبك على كنتك المقوصة مالها بشغلة. شو بدك منها؟ شغلة خاصة. لك اسكت ساكت، اسكت ساكت مشان الله. سمعت لك انه قابض 5 ملايين ليرة على صفقة المحولات الأخيرة اللي جايبها. يا غسان يا غسان، لا تسمع كل ما يقال ولا تقل كل ما يسمع. يعني مبين الشغلة، معقول صفقة المحولات كلها ب7 مليون ليرة يعطوه عمولة 5 مليون؟ لك يعني مو 5 مليون بس. سمعت انه هابش هبشة مرتبة. انا حسب معلوماتي انه اي مدير عام بيطلع مثلا بيستورد اجهزة من شي شركة، هاي الشركة بتعطيه من قيمة العقد 10% هدية، وهذا الشيء ما له علاقة فيه الرقابة والتفتيش. اكيد كان مشين عليه شغلة اكبر من هيك. كلام هادي صح، مو ضروري تكون المخالفة كبيرة لحتى يحققوا معه، لازم عيون التفتيش ما تغفل لا عن كبيرة ولا عن صغيرة. رشي لك شوية طحين. بس كأنها جامدة شوي، بتجمد أكثر هيك. أحسن أحسن، رشي اسمعي مني. بديها شوي مريقة أحسن. لا تخافي عليه، بتطلع منيحة هيك. إيه، عم عذبك معي كثير يا جارتي، مشان الله ما تواخذيني. لا لا يا جارتي، شو هالحكي ولو؟ أصلاً أنا هي شغلتي، بعدين لو عندي شي طلبية كنت قلت لك وما استحيت. تسلمي لي يا رب. ها، هي أكيد بسمة الظاهر نسياني مفتاحها بالبيت. اجت بوقتها، هلا بتساعدنا. يلا. مرحبا كنتي حماتي؟ يا حياتي اتصلت فيكي انا عالشغل، قالوا لي طالعه بكير. ليش وغلي قلبي؟ قلت لحالي لامرق لعندك واطمن عليكي. فيكي شيء؟ لا لا لا، ما فيني شيء مرت عمي ابدا. لا لا منيح الحمد لله. لكن ليش طالعه من الدوام بكير؟ انا ما بعرف، قصدي ما عندي شيء بالشغل، اجيت لقلت احسن. هلا هيك بدك تخليني واقفه على باب الصقر؟ لك اضرب انا اضرب حماتي. تفضلي يا ميت اهلا وسهلا فيكي، يا ميت اهلا وسهلا. مرحبا نجوحه. أهلين أهلين أم هادي. شو بيظهر عندك طلبية كبيرة لحتى ماجد عم تساعدك فيها؟ لا يوه، أنا اللي عم ساعدها. لك ما بيكفي المصاري اللي حاططها حق الأغراض، كمان جاي بدها تدفع أجرتها لنجاح. يا حبيبي تفضلي تفضلي مرت عمي تفضلي. أهلا وسهلا ست نجاح. عفوا يعني لو فيها سؤالة، إذا الواحد يعني بده يوصيكي مثلا على معجنات فطاير بجبنة إلى آخره، مثلا أنا بدي وصيكي، شو بتاخدي مني؟
لا يا أم هادي، ولو أنت وقت اللي بتعتمدي وبدك أي طلبية من عيوني ما بتكوني إلا رضيانة. إيه بس هلأ يعني نجاح عم تساعدني مساعدة، يعني ما بتاخذ مني مصاري بنوب، ما هيك نجاح؟ طبعا طبعا، ولو أنت جارتي حبيبتي أنا أخذ منك. لا لا معقول. سلميلي يا رب. إيه الله يديم المحبة بيناتك. الله يسلمك يا أم هادي. مثل ما قالت لك. مرحبا ماما. أهلين أهلين. مرحبا تيتا. أهلين حبيبتي. ما شو اشتقت لك. وأنا كمان. كيفك طنط نجاح؟ لك أهلين بسمة، كيفك حبيبتي؟ يلا فوتي فوتي أوام، غيرتي قالوا كنت تساعدينا أوام. إيه أنا ماني فاضية، عندي دراسة وبدي أدرس. ولا بدك يعني أرسب؟ لا أعوذ بالله، أنا بدي إياك ترسمي. فوتي فوتي غيري ثيابك، فوتي درسي أوام. يلا طيب شو غدانا اليوم؟ هلا بس يجهز الغضب نادي لك، فوتي درسي. إيه يلا فايتي. يلا لك أهلين حماتي، ولك يا ميت أهلا وسهلا. أهلين بك أنت حبيبتي، حماتي يا حياتي. الو مرحبا سوسان، خير؟ ليش ما جيتي اليوم على المدرسه؟ لا مع فايه. ايه سيدي العطيتيني اياه سمعته بياخذ العقل، جبت لك اياه اليوم على المدرسه. ليكي سوسو عندك سيدي ام بي 3 لكل المطربين؟ ايه بتجيبي لي اياه بكره؟ ايه لا ما في شيء مهم. بس اجت معلمه الرياضيات وعطتنا درس جديد كالعادة، ما فهمت منه شيء. آه يعني إذا قدرت بجي. ماشي يلا باي. يلا حبيبي تاكلوهم بالهنا، أنا لازم روح. جارتنا بكير ما رايحة. لا حبيبتي أنا لازم روح، خاف تجيني شي طلبية على غفلة، مشان الله تغدي عنا ما بصير. لا تسلمي خاطرك أم هادي. مع السلامة. يعني بشو منك يعني هيك عذبتك معي كثير يا جارتنا؟ ولا عذاب ولا شي ولا وتكرمي. يلا الله يسلم هالإيدين، إن شاء الله مكافيكي بالأفراح يا رب. مع السلامة حبيبتي، شكرا كثير. لو تنبرق فيني مثل ما بتنبرق بنجاح أنا بفرجيها. وين ما تعمي ما رايحة ولا رايحة؟ بدي روح تقبريني، بدي روح على لا والله العظيم ما في روحة، بدك تقعدي تتغدي عنا ما بيصير هلا. ما بقدر، بدي غدي لعمي. معلش بتصل بعمي مرت عمي، بنتصل بعمي بنخليه يجي يتغدى معنا. لا هيك تتصلي فيه. ليش ليش مرت عمي؟ ما في شيء، لان انا وقت بتغدى بحب اخذ قيلولة. اي معلش بتاخذيها عنا حبيبتي. ما بستحكي ما برتاح الا على مخدتي انا. تستحمي مخدتي هذه موجودة، مخدت هذه يعني. سلمي لي على هذه لك. والله ما بيصير مرت عمي، والله اذا عارف هذه بزعل. حبيبتي بتحكي وتتحلى في، ما بدي بدي روح. بزعل هذه مرت عمي، بدي ازحش تتعربطي فيني. لك خليني اتعربط فيك الله يخلي، والله من حبي لك يا مرت عمي والله العظيم. بعرف انه بتحكي شفتي الأكلات وهيك ما حلو تشتهيهم هلا يعني يجوا بعيني. خلص لا بقى خليني يروح. طيب مرت عمي مثل ما بدك، والله العظيم هيك ما بعرف شو. خلص اعتمدنا مثل ما بدك. طبريني مع السلامة، سلمي على عمي. أنا مش قلت لك رح يقلعون، بس أنت ما لك بيها. أنا ما لك، أنا ما لك. لك يا سيدي طول عمرك. مع السلامة. إن شاء الله يجينا أحسن منك. خايف نترحم على أولانية الله يرحمه. قال شو كمان كنتك بلا مؤاخذة جايبة جارتها وبالإجرة مشان تطبخ لها، ما بقى إلا تجيب خدامة تغسل لها وتمسح لها الأرض وتساوي لها بعض الأمور وتمسد لها إجريها، وصغير الهداهي دي ولا على باله. إذا كان القاضي راضي طالما جوزها رضيان نحن شو دخلنا؟ لك شلون شو دخلنا؟ هادي ابننا ولازم نخاف عليه، عم تصرفه كل راتبه بطعمه وبلا طعمه، إذا هو مو قدران عليها نحن بنقدر عليها، يعني أنا. حاجتك يا، حاجتك حكي فاضي يا. حضرت شي للغدا؟ لا. لا؟ عم ترد بوشي كمان؟ هاي الشدة بدي أحرقها أنا. لك لا تخربيني حظي. خلص خلص فنا فنا، قايم حضر لي الغدا، قايم. روح حضر الغدا. تعالي نشوف بركي بتفتحي معي. طبعا شو بكي حاطة الحزم بجر المصفناني كأنه ميت لك شي حدا لا سمع الله. لا بعيد الشر، بس زعلانة على سفر رامز. زعلانة؟ بدال ما تفرحي له انه رايح يبني مستقبله. لازم نقول ما يعطيني التليفون. زعلانة عليه؟ ماشي حبيبي. مو احسن من قعدته بالبيت لا شغله ولا عمله وعلى مصروف بطعمه وبلا طعمه؟ اوكي
اضحكي بعبك اخيرا انه قدر ياخذ فيزا ويسافر. انت بتحكي صح. فريدي خلقتك، فريدي خلقتك، وادعي له الله يوفقه. عم بدعي له الله يوفقه ويحميه. بس خايفه يروح ما يرجع واخسره طول العمر. من هالناحيه لا تخافي، بس يظبط اموره. يا نحن منروح لعنده وبيبعت ورانا هو، يا هو بيجي لعنا، وبالحالتين ما مننحرم من شوفته. الله يوفقه ويكون معه يا رب. خير؟ شوفي ليش عم تبكي ماما؟ ما في شي ماما، ما في شي. رجعنا لنفس الموال. ترى هلا بطل سافر. ها لا تقدرني. سافر سافر والله معك، بس وعدني انك ما تتجوز وحدة اجنبية، لانه لا هي من توبنا ولا نحن من توبة. ويلي بيلبس غير توبه وبيبرد يا امي، واللي ما بياخد من ملته بيموت بعيلته. انا خايفة عليك تتعذب بغربتك يا امي. قلك مثل تاني، قول ماما. زيوان البلد ولا قمح الجلب، وخذ الأصيلة ونام على الحصيرة، وبنت البلد حلوة ولو كانت بلا كحلة، ويا ماشي على رجليك ما بتعرف شو مقدر عليك. نقطة، انتهى. على حسك. على حسك يا سيدي. شو وما لقالك مكان أبعد من هيك؟ قلتك لو لقى أبعد من هيك ما كان قصر بنوب. طيب كنت اعتذري. عم قلك بده يقدفني من الوش، بتقلي اعتذري، شلون بقى؟ طب انا وهالبنت شو بدنا نساوي بغيابه؟ ما تساوي شيء، بدها بروح حالكم. شو هالقصة يعني؟ ماجدة، انا لا خرج اطبخ ولا اجلي ولا حوس بالبيت، وبنتك عندها شهادة. بصراحة انت بتمشي من هون على حسكة، وانا بنتي عبسمة، ومنروح لعند اهلي وما بنرجع لترجعي. على راحتك حبيبي، بس امك ما تنزعج. ايه بالعكس، بقعد انا وامي، وامي بتلاقيها فرصة لترش عليكي شوي. الله يسامحه شو ما رشقت. مجود يا حبيب مجود، دلك على طريقة تخلصي فيها من هالسفرة كلها. يا ريت، ايدي بزنارة. بس شوفي ترى طريقتي، يعني يا بتكحلها يا بتعميها نهائيا. انت قول وانا بقرر بعدين، يا باخد فيها يا لا. انا برأيي بتسحبي حالك وبتروحي لعند السيد الوزير وبتحكي له قصة هالأجهزة اللي مو مطابقة للمواصفات اللي تم التعاقد عليها، تمام؟ وبتطلبي منه يعفيكي من هالمهمة كلها. بيني وبينك فكرت بهذا الشيء بس خفت. معك حق تخافي، كشف هدول المتلاعبين والمسورين مسألة فيها مغامرة، يعني بهيك شغلة لا سمح الله بجوز نخرب بيتك فيها. وبجوز الوزير يقدرني ويقدر غيرك على المصلحة العامة ويكافئني. لك ايه دخيلهم بهالقطاع العام اني والكم ليرة اللي بيكافئوا فيها العالم؟ نحن ما بدنا هالمكافأة، كل اللي بدنا اياه انه يلغولك السفرة وتضلي بيننا ونضل عايشين كعائلة نموذجية وسعيدة. يا الله، أنا رايح على القهوة، بدك شيء؟ لا تقبرني، بس لا تتأخر، بدها تجي ماجدة وجوزة مشان يودعوا رامز. اتكلنا على الله. بابا، في معك كام ليرة؟ لشو بدك يا هو؟ ناقصني كم غرض، بدي اشتريهم قبل ما سافر. هي 500. يا مول، رامز، خد هاي الأسوارة بيحا وتصرف بحقها. لا أمي، خلي الأسوارة معك، أنا ما عاد لازم نجي. لك تقبرني، في أمل يلزمك شي غرض؟ خد بيعها واشتري فيها عملة أجنبية وخدهم معك، يمكن تستحي بالبداية تأخذ من ابن عمك وتصرف منه لك يا مو. الله يقدرني رد لك بهالأسوارة 10. يلا ماجدة، هلا أهلك بيناموا. يلا عادي، خلصت لحظة شوي بس، خلينا نمشي لك. ها يلا هادي. هادي. نعم يا روح هادي. تدينت من رفيقتي سحر 2000 ليرة. مشان شو؟ يعني قلت لحالي بدل ما نعزم أخي رامز على شي غدا أو عشاء، يعني بعطي إياهم بلكي هيك بيشغلوا فيهم كم شغلة، ولو أنهم مو محرزين يعني. عملتي زينة العقل، يلا خلينا نمشي. حبيب قلبي، لحظة شوي بس. إيه دقيقة بس. ما بدك تروحي معنا تودعي خالك؟ لا ماني فاضية وبدي أدرس، عندي شهادة. معناتها خليكي هون ودرسي منيح. ايه يلا. الله ينجحك. باي. الو، ايه سوسن، هلا راحوا. ايه انا هلا رح افتح الانترنت واعمل تشات، وانتي كمان فوتي. ماشي يلا باي. هو بصراحة يا متعمي الغربة كربة، بس رامز بطل وما بيخاف عليه، أدى وقدود إن شاء الله.
طول عمري عم بدايله. رعميز قوم معي شوي تعال لك. لا تخافي عليه، الغربة محك رجال، ذاك الشبل من هذا الأسد ولو. خير ماجدة شوفي؟ مسيك رعميز. شو هدول؟ ولك ولا شيء ما بيستاهلوا 2000 ليرة هيك يعني دبر حالك فيه. لا أختي خليهم معك مو لازمين لي. لك حبيبي مو لازمين لك، بعرف مو لازمين لك، بس يعني هذا اللي معي ما طلع معي غير هيك مسيك. والله ما بدي. استغفر الله العظيم، تقولوا على التكشي 30 40 ألف ليرة، إنهم 2000 ليرة مو محرزين، حطهم بإيدك والحقني يلا. أنت شو اسمك؟ ياي أنا كتير بحب السيوف. ضروري تعرف اسمي؟ وردة. شو عرفك؟ شو حسك؟ قلبك كمان؟ مظبوط، انت بتحب العيون الخضر؟ وانت شو لون عيونك؟ ياي انا كتير بحب عيون الشب. سيب شو اهلي هلا شو علي يعني اذا ساعدتك؟ بشو بدي ساعدها انا؟ بشغل البيت، طبخ، غسيل، نفخ، يعني اي شيء. نعم اذا انا اشتغلت بالطبخ والغسيل والنفخ هي شو بدها تشتغل؟ لك يا حبيبي يا ابو الهند، انا ما عم اقول لك تعمل كل هالشيء لوحدك، يعني عم اقول اذا فيك تساعدها فيهم. لا حبيبي، شغل البيت على المرأة وهي مجبورة فيه. طيب اذا قلت لك مرتك بدي اترك الوظيفة واتفرغ لشغل البيت، تستغني عن راتبها؟ بقدر، اللي بنقبضه بنعيش فيه. اي حاجتك ابو بسمة، حاجتك بقى، انت براتبين ما عم تقدر تدبر راسك، شلون اذا طار منهم الراتب؟ امجاد لتكون انت مقرنب قدام مرتك مثل غسان ومالنا خبر، احكي لا تستحي. حبيبي انا ماني مستحي من حدا. أنا شو بقدر ساعد مرتي بالبيت بساعدها؟ بنقي بقدونس، بمسح، بجلي، بطبخ، وخصوصا إذا كانت مريضة أو مسافرة، أحيانا بعمل أكل لحالي بالبيت. حبيبي، طالما هي عم تساعدني بمصروف البيت، فأنا لازم ساعدها بشغل البيت، التعاون بين المرأة والرجال كتير ضروري. رجال يا أخي، شو هالحكي؟ رجال والرجال قليل. ذكرنا القط إجا ينط. صباح الخير. أهلين صباح خيرات، شو يا شمسك عالية اليوم؟ بلا عالية بلا واطية. خيو هادي إلك ولا الديب؟ إذا الشغلة فيها عملة للديب، إذا معنوية خسى الديب. ومني فوقهم 2000 خسى. أخي بدي 2000 ليرة دين لأول الشهر. لا وصلت. أخي بواحد واحد 3001، إذا ما كنت مديون أنا بعطيك 2500. متغالظ على كبر ما؟ شو هالمزح ها؟ مشان شو بدك ياهو؟ لك بدي اشتري تنورة لمرتي، معزومة لعند رفيقتها اليوم، قال بدها تنورة. ليش مرتك ما عندها تنانين؟ ما عندها تنانين، عندها بدال الوحدة 3. ايه خلص تلبس وحدة منه وتدبر حالك. ما رضيت. إيه لأنك مطاطي أنت، أكيد قايلة يا عيني يا روحي، عيط عليها صراخ فيها بخلقتها تشعلها التنورة، قال لها يا بتلبسيها يا بتروحي بالزلط بلا واعي. لك لا ترنا ياها مراجل، أنت الثاني أبو المجد. ايه. ما عاد دهينا 2000 ليرة لأول الشهر. باتنين اتنين 3002 بتجي لعندي. 9-4 ولا 9-3 كمان متغالز انت التاني. اذا سأل عني المدير العام قلو له مات رايح انا دبر حالي، اعمل لفة على الموظفين. معه حق غسان، انا وياك متغالزين على كبار، بس هو متغالز من وقت ما كانوا صغير. لوين ست ديما؟ سمعت انه في شلة شباب بالمديرية كتير حلوين، رايحة اعزمهم على فنجان قهوة وجاية. ايه روحي جيبيهم وتعي. ها قصدي لا تتأخري. حاضر. صباح الخير. صباح النور. شو ماجدة ما سافرتي على الحسكة؟ تعي اسمعي هالسنة. قال شو؟ قال بدك تروحي تقابلي السيد الوزير. تقابلي الوزير؟ ايه وشو فيه؟ هو موظف وانا موظفه، بعدين انا رايحه اقابله بشغله بتخص المصلحه العامه، بس مو المصلحه العامه تبع صاحبنا، المصلحه العامه تبعنا، ولازم يستقبلني. ايه هو بجوز يستقبلك، بس مو من هون الخوف.
لكن من شو الخوف؟ الخوف يا ستي اذا الوزير ما سوى شيء والمدير العام دري انك طلعتي تشتكي بده يجن جنانه عليكي وقلي اذا بتلقي. اسمعي مني لا تروحي ولا تجي. انا اخذت قراري وما رح اتراجع عنه واللي بده يصير يصير. ايه عقلك براسك بتعرفي خلاص. انا نصحتك وانت حره. ادعولي. ماما رامز خد هالمصحف حطه بالشنطة مشان تاخده معك. هاتي يا مو كل يوم قبل ما تنام اقرا فيه شوي وحطه تحت المخدة. ان شاء الله حبيبي. وإذا توسخوا ثيابك الله يرضى عليك لا تحط الأبيض مع الملون لأنه بيحلوا على بعضهم وبينتزعوا. يا ستي هلأ أنا مسافر على أستراليا منشان أغسل. لكن شو بدك تعمل إذا توسخوا ثيابك؟ بتكبهم وبتشتري غيره؟ لا اطمني ما رح كب شي. حبيبي ودير بالك على صحتك. البيس منيح والدفى منيح الله يرضى عليك. يا أمي لا تخافي علي أنا ما عدت صغير وفيني دير بالي على حالي. لك تقبرني بتضل بنظري صغير هيك حتى تتجوز ومن حقي انه انصحك وخاف عليك. طيب شو رأيك تسافري معي؟ يا ريت يا ريت بس ما بقدر اترك ابوك لوحده. مناخده معنا واذا بدك تشتاقي لاختي ماجدة مناخدها معنا هي وجوزها وبنتها. واذا رح تشتاقي للجيران ولأهل الحارة مناخدهم كلياتهم اشي لفة معي على استراليا. عم تتمسخر مو؟ الله يسامحك. خلاص لا تاكل هم الاجهزة رح نستلمهم. ايه بهاليومين ان شاء الله. انا شكلت لجنة استلام جديدة وبكرة او بعد بكرة بتجتمع وبتقدم لي تقريرها وانا فورا بصرف لك كل مستحقاتك. ايه خلاص ما بتكون الا مبسوط ان شاء الله. ماشي 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 الله معك مع السلامة. أول شيء أنا بهنيكي وبتشكرك بنفس الوقت على غيرتك على المصلحة العامة وعلى شجاعتك. أنا عم توصلني أخبار كتير كويسة عنك وعن شغلك الله يعطيك العافية. الله يعافيك أستاذ. طيب شو منشان الأجهزة؟ لا تحكي لي هم رح أعين لجنة وزارية تعين الأجهزة وكوني مطمنة اللجنة رح تاخد بعين الاعتبار بكل ملاحظاتك. شكراً كتير لك سيادة الوزير. الحقيقة أنا ورغم الشجاعة اللي وصفتني فيها بس كتير كنت خايفة من هالمقابلة. وشو اللي كان مخوفة؟ يعني خفت أنه تقريري ما يلقى أي صدى عند حضرتك. إذا كان هيك بسيطة. أنا فكرتك خايفة ما أكون متورط معهم بالصفقة وبدال ما وقف معك وقف ضدك. أعوذ بالله يا سيادة الوزير أنا لو عندي شك لو ربع بالمية ما كنت أجيت لعند حضرتك. حضرتك أسمى بكثير من أنك تتورط بهيك أمور دنيئة. الحمد لله. سيادة الوزير ممكن أطلب منك طلب؟ تفضلي. ممكن تعفيني من المهمة اللي كلفني فيها المدير العام؟ لو ما حكيتي كنت غنيتي. أنا مضطر ألغي المهمة لأني بحاجة لوجودك هون بالشام بالفترة القادمة. خير سيادة الوزير في شيء؟ يعني أسبوع زمان رح أخبرك خبر كويس. خبر شو؟ أنا مرشحك لتستلمي منصب مهم. منصب شو سيادة الوزير؟ لا ما في داعي للعجلة لحقاني بتعرفي كل شي بوقته حلو. ماجدة 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 تفضل. مرحبا بابا. أهلين. فكرتك عم تدرسي. كنت عم بدرس بعدين نعست. مبارح ضلت للساعة 3:30 أنا عم بدرس عيوني ما عم تتفتح. بسيطة بابا تعبيلك شوي. هي البكالوريا بدها هز كتاف لأنها تقرير مصير. بابا إذا بتريد بدي نام. في عندك شي مشاكل بالدراسة بالمنهاج مع الأساتذة مع الطلبة ناقصك مدرسين قولي لي.
أم بابا فين نأجل الموضوع لبعدين؟ أنا نعسان وبدي نام. طيب بدك تنامي بمواعيد المدرسة؟ إيه. ما بدك تتغدي؟ لا. ليش إجت الماما؟ الماما عندها موعد مع الوزير بشو استأخر لشوي. قومي لكان يرضى عليك يسخني لي هالأكل، خاصة الفاصولية، جاي على بالي آكل فاصولية. أنا ما بعرف سخن شي، بعدين نعسانة وماني جوعانة، بدي نام. حلو والله، صاير لي شخصية بالبيت أنا، شو هالهيبة لك يا ابن الهدهد. يعدمني هالجيل. بس خلي لقمة أكل أكلها، رح موت من جوعي أنا. يا حبيبي لا تقوم تاخذها عادة، ابدأ بالتسخين بعدين صير اطبخ، اقفل جلي ومسح. اي لا، هي تقابل وزراء ومسؤولين وانا اطبخ وانفخ. هاي البقدونسات والنعناعات مترومين ومنظفين وجاهزين، وهي المحشي محفور وخالص. تفضل حبيبي تاكلوهم بالهنا. يسلموا الديار، قديش تأمرينا؟ اي مرتك غالية علي، بكفي 200. تفضلي. يسلموا هالايدين، الله معك، مع السلامة. مرحبا نجوحة. لك اهلين مجودة. كيفك حبيبتي؟ اهلين وسهلين. هلا اللي رجعتي من الشغل؟ اي والله، هلا شو بدي ساوي؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. اكيد مالك مغداية. لا والله لسه. جوزك وبنتك بكونوا تغدوا، فوتي تغدي معي. يا خيلك ما بقدر، والله ما بقدر. لك اسمعي مني، عاملة اوزي بتحبيه كثير. حبيبة قلبي خليني فوت بالاول اطمن على هادي وبس، ما اشوف اذا تغدوا ولا لا، بعدين بغير ثاني وبجي لعندك. لا تطولي. ان شاء الله. مع السلامة. الله يسلمك حبيبتي. في وزير بيضل بمكتبه لهلا، وين هاي؟ راح موت من جوعي انا. الحمد لله فرجت. مرحبا حبيبي. اهلين، شو صار معك عند الوزير؟ قابلتي؟ ايه قابلته. وشو قال لك؟ شو قال لي؟ قال لي شغلات كتير مهم. طمني عنك، انت تغديت؟ طبعا، ما انا بغيابك اتجوزت وحدة تانية وغدتني. ايه الف مبروك ان شاء الله. حبيبي ليش هيك عم تحكي؟ يعني شو فيها اذا شي مرة تغديت لحالك، سخنت الاكل وتغديت، ولا ما فيها شي؟ بعدين انا مو بكيف تأخرت، السيد الوزير هو اللي تأخر لحتى اجا، مو انا. يعني اذا بدك تحاسب حدا حاسبه له. ايه. وين رايحة؟ رايحة غير ثيابي. سخني الاكل بالاول بعدين غيري ثيابي. ايه مو مشكلة حبيبي، بغير تعبي بالاول بعدين لحقاني بتغدى. بس انا جوعان وما عاد فيني انتظر ولا دقيقة زيادة. ليش ان شاء الله لهلا ما تغديت؟ ان شاء الله مصدق اني تجوزت وحدة تانية وغدتني. ايه والله صدقت، قصدي طب ليش ما تغديت وقت اجيت؟ ها امي بده يسخن لي الغدا ويجهز لي السفرة خانم. لك حبيبي شو فيه تسخين الغدا؟ شو فيه طيب؟ حط هالفاصوليات بالطنجرة وحط الطنجرة على النار بتسخن لحالها، شو فيها يعني؟ والله ما فيها شيء. ها وشو رأيك إني أنا سخن لك الأكل وحط لك الصفرة لبين ما جنابك تغيري أوعيكي؟ بيكون ألف 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 كتر خيرك. أنت بتعرفي ماجدة إني لا بفهم بالتسخين ولا بشغل البيت، قومي حطي لي أكل وبعدين بتغيري أوعيكي. حاضر سيدي. طب معلش غير الجاكيت بس. قلت لك جوعان، لا تغيري. طب حتى هدول جوا. قلت لك خلصيني ماجدة، جوعان باكلك أنا. حاضر. سيف المراجل حكم. الله معك تقبرني. الله معك، الله إلهي وصلك بالسلامة يا أمي. ديري يا مو، رح اشتاق لك كثير. وأنا رح يطوف قلبي عليك. لا هيك رح تضلوا تودعوا بعضكم ساعة، تأخرنا على الطيارة خلصني. الله يخليك يا أبو رامز، لا ترجع من المطار قبل ما تطمن على رامز إنه ركب الطيارة والطيارة طارت. لا يكلك فكرة، احمل شنطتك والحاني، راح أدبر سيارة أنا أوقفها. ماما ديري بالك على صحتك وعلى بابا. إيه معلش لا تاكل همنا أنت، روح الله يكون معك. الله معك يا عمي، الله معك يا حبيبي. مع السلامة. مع السلامة. يا رب يا رب تكون معه يا رب يا رب. مو بس استقبلني منيح، احترمني وقدرني وقدر موقفي ووعدني منصب مهم بقلب الأسبوع الجاي. منصب مهم؟ ايه منصب مهم، والفضل كله رح يكون لإلك لأنه أنت اللي شجعتني أنه قابل السيد الوزير. هلأ ماجدة لنفترض أنه فعلا عينك منصب مهم، رح تقبلي؟ طبعا بقبله، ليش حتى ما أقبله؟ أنا برأيي تضلي محلك أحسن لك. ليش بقى حبيبي؟ ما أنك واثق بكفاءتي؟ مو هاد قصدي. لكن شو قصدك؟ قصدي انه المناصب العالية والمهمة مشاكلها كتيرة ودوامها طويل، والمرأة ما لها قد هيك شيء. وليش ما لها قدها؟
بعدين انا لا رح كون اول وحده ولا اخر وحده بتستلم منصب مهم. في كثير نساء قبلي صاروا وزيرات ومنهم صاروا مديرات ومنهم صاروا سفيرات برات البلد وكلياتهم اثبتوا جدارتهم بعمله. طيب انت بالك معي انه هي المناصب الكبيره ممكن تلهي المراه عن بيتها وعن اولادها وعن زوجها؟ قل لي هيك من الاخر، شو كانت لازم تهلفي والدوخه؟ اه بعدين حبيبي هادي وبس والباقي كله خس. عن جد عم بحكي هادي، انت عندي اغلى واحد بالدنيا كلياتها، ولو بيسلموني شو بدي اقول لك، اهم منصب بالدنيا مستحيل 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 اني انا انشغل عنك ولو لحظه واحده. ايه ان شاء الله. ويلي 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 يا بعيني.